السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمشروع تاع المجلس القضائي لولاية البويرة والذي تم تدشينه مؤخرا، واللي يعني حسب الصور اللي رانا نشوفوها طراز معماري جميل يراعي الخصوصيات الطراز المعماري الزيري يعني المنبثق من التجاذبات عبر القرون نتاع التراث من الجهه الغربيه، يعني من جهه الاندلس التراث الاندلسي، وكذلك من الجهه الشرقيه التراث العربي الاسلامي. وخلقنا بادماج هذه التجاذبات يعني مع كذلك التاثير الطراز المعماري الاوروبي، أخلقنا طراز معماري جزائري بفضل إدماج كل هذه التيارات التعميرية والتيارات الهندسية. شيء جميل أن يكون لدينا برنامج لإنشاء مجالس قضائية عبر كل ولاية الوطن لتعزيز المنظومة القضائية، وكذلك لبناء دولة القانون ودولة المؤسسات. إن شاء الله تكون الخدمة للعموم والخدمة العمومية على أحسن ما يرام، وتكون عن حسن ظن المواطن الجزائري، وتكون العدالة إن شاء الله في المستوى. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.